سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى من رجلين أعرفهما بما جعل الله عز وجل لك هذا القبول عند الناس؟ قالوا ليش أنت ابن باز عند الناس هالقبول هذا؟ فقال، وهذا من مجالس خاصة يعني، فقال ولا هو ما يتكلم بهذا بين الناس رحمه الله، قال أظن أن الله أعطاني هذا بشيء، وهو أني لا أحمل في قلبي حقدا على أحد من المسلمين. يقول ما أحمل في قلبي حقد على أحد من المسلمين أبد، وإذا سمعت بسوء عن أحد سعيت في نصحه، ما يفرح بوجود النقص عند غيره، لا، إذا سمع عند أحد خطأ سعى في نصحه. فهذه الخصيصة هو يرى أنها هي التي أوتي بها هذه الرتبة عند الناس، فأنت طهر قلبك حتى تنال الرتبة عند الله عز وجل، الرتبة العظيمة. ولا تظنون أن من يفتح الله عز وجل عليه بالعلم يكون عند الله عز وجل أقرب، قد يكون علمه وبال عليه، لكن الذي يكون قلبه أطهر هو الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى بالمقام العالي، ويرفعه الله عز وجل بطهارة قلبه، لأن قلبه طاهر صالح. والجنة إنما جعلت لأصحاب القلوب الطاهرة، والنار إنما جعلت لإذابة قسوة أصحاب القلوب القاسية.